شابه مصريه اختارت ان هي تمتهن مهنه ربما تكون مهنه جديده جدا على عالم السيدات. بنعرف كلنا مهنه الكوافير او الحلاق زي ما المصريين بيقولوا، دلوقتي في حلاقه عبير، نشوف دور على الناس. دور على الناس في قلوب الناس، دور على الناس في قلوب الناس، هتلاقي الخير والخير في الناس. دور على الناس، دور على الناس، دور على الناس، دور على للوهلة الأولى تعتقد أنه كوافير للنساء، لكنك تنبهر عندما تجد أنه كوافير للرجال، وصاحبته امرأة متزوجة وأم لطفلين وناجحة في عملها. أنا بشتغل بقالي 18 سنة في المجال ده، بس أول ما اشتغلت أن أنا بساعد في الكوافير، يعني بتعلم وبشوف ناس بتعمل الشغل ده، وبقيت أنا أشتغل بعد كده، يعني قعدت بتاع سنة مساعدة، وبعد كده اشتغلت بقى أقف على الكرسي لوحدي، وفتح المحل ما بقاليش سنة. أنا اتعلمت الباديكير الأول، وبعد كده دخلت بقى في مجال القص والدقن والكلام ده كله. وواحدة واحدة أنت بتكتسب خبرة لنفسك، اللي هو إيه، بتغلطي مرة مرتين ثلاثة عشرة، بس الحداشر ما بتغلطيش خلاص، بقى اللي هو إيه، الممارسة هي اللي بتخليك تعملي كده. بشوف برضو القصة اللي تمشي مع وشه، البروفيل بتاع وشه، هو ممكن يكون داخل طالب حاجة، بس أنا شايفة البروفيل ده مش هيبقى ماشي مع وشه، فأنا بقول له اللي ممكن يبقى أحسن، فهو تملي بيشوف رؤية الحلاق أكتر جمالا أكتر من رؤيته هو. لازم إن أنا أبقى مؤهلة نفسيا قبل ما أشتغل معاه، عشان هو لو حس بالرهبة اللي جوايا دي مش هيقدر يسلمني نفسه، حتى لو أنا شاطرة هيخاف مني، فلازم أنا أبقى مسيطرة على الكرسي اللي أنا واقفة عليه. الأماكن الشعبية بتبقى مستغربة إزاي ست تشتغل شغلة الراجل، فده بيبقى بالنسبة لها يعني مش صعب، جديد في الفكر، هي ثقافتنا ما عودتناش على كده. تشجيع زوجها وحبها لعملها الذي بدأته منذ 18 عاماً هما سر نجاحها. رد فعل أهلي محدش يتكلم، لأن أنا في الوقت ده كنت متجوزة، فمحدش ليه السيطرة عليا غير جوزي، هو واثق في ست اللي اتجوزها، فلو مش واثق فيها مش هيدخلها المجال ده. وهو لأني أنا بعد كده أنا حبيته، بدليل إن هو المكان اللي أنا قاعدة فيه ده هو اللي عملهولي، السرافيس بتاعت شغلنا، نقاشة محل، الديكور بتاع المحل، يافطة المحل، هو اللي عمل الحاجات دي كلها، يعني هو لو مش معايا ما كنتش عملت المحل ده. كل مهنة ليها سر، فأنا طول ما أنا بحب المهنة هي تديني سرها. المستقبل ده بقى بتاع ربنا، إن أنا يبقى عندي مجموعة محلات، ما عنديش وعندي اكتفيت بدوة، يبقى فضل من عند ربنا. اقتحام مجال رجالي ليس بالأمر اليسير، لكنها صدقت حلمها وسعت لتحقيقه. رسالة إلى كل حالم يسعى إلى تحقيق حلمه، لا تلتفت إلى كل انتقاد من الآخرين. ياسمين عادل، كلام تاني.